ناخد ام محمود. ام محمود اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يسلم حضرتك، اهلا ربنا وسهلا. يبارك لنا فيك يا رب. امين يا رب، ويجعلك كده دايما كده، تخلي الامه كده دايما في خير يا رب والسلام. امين يا رب. امين يا رب. طب انا بقول لحضرتك، انا ابني كان عنده كانسر، قعد 5 سنين يعاني، والحمد لله توفى، وانا يعني صبرت على وفاته وصبرت عليه يعني، الحمد لله والشكر لله. بس انا يعني والله يا فضيلة الشيخ، يعني انا في كرب كبير قوي والله، كرب كبير. ربنا يصبر قلبك يا رب. ربنا يصبر قلبي، انا في كرب كبير. ابني توفى، حمدت ربنا وشكرت فضله. ابني الثاني مظلوم، ما فيش حاجه اتعملت له قضيه يعني غلط، والله ما يعرف عنها حاجه. دخل السجن اللي حلتي، هو اللي حلتي والله، هو اللي حلتي. دولي دولي، ربنا يصبرني. ربنا يصبر قلبك يا رب. دولي ربنا يصبر قلبك. ويعني مش عارفة والله، يعني أقول لحضرتك يعني مش لاقية حتى إن أنا حتى والله العظيم أودي له اللقمة حتى في السجن. والله ابني اللي مات ده كان بجيب الإبرة ب20,000 جنيه، بعنا فرش البيت كله، 5 سنين بيعاني، والإبرة كنا بنجيبها ب20,000 جنيه والله. ربنا يصبرك يا رب ويعينك. طيب حاضر، تابعينا يا ام محمود. الابتلاءات الشديدة اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحط فيها حد، احنا بنقول هي ابتلاءات واحنا بنشوفها ان هي يعني محنة شديدة جدا، ولكن دايما نقول مع كل محنة منحة من عند ربنا هو سبحانه شوفي وتعالى. شوفي حضرتك يا أستاذة لمياء، هو الكل مبتلى والكل مصاب والكل كل ممتحن. واحد على قد قدرة تحمله. الورق اتوزع يا فندم، ده بيمتحن بالخير، ده بيمتحن بالشر، ده بالغنى، ده بالفقر، ده بالصحة، ده بالمرض، ده بالولاد، ده بعدمهم، ده بالوظيفة، ده بعدمها، ده بالزوجة، ده بعدمها. كل ممتحن بالإكرام والإنعام امتحان، الصحة امتحان، المال امتحان، المنصب امتحان، العيلة امتحان، الجمال امتحان، العلم امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ابتلاه فأكرمه، ابتلاه فقدر عليه رزقه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك العلماء كانوا يعلمونا يا رب اجعلنا عباد إحسان لا عباد امتحان. فالإنسان بيمتحن بالخير وبيمتحن بالشر. الامتحان بالشر مؤلم، مؤلم جدا جدا، وإن كان النجاح فيه أسهل من الامتحان بالخير، لأن الامتحان بالخير امتحان إيجابية، الامتحان بالشر فيه سلبية، يعني أنا مجرد فقط إن أنا أصبر خلاص نجحت. إنما الامتحان بالخير أنت محتاج تشتغل ومحتاج تعمل ومحتاج صحيح. تخلي بالك من فلوسك وما تستخدمهاش في معصية الله. على كل الامتحان اللي الست فيه المتصلة الكريمة امتحان شديد، لها أجر كبير عند ربنا. قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الله عز وجل والله يحب الصابرين. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ربنا في الحديث القدسي يقول وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أبتلي عبدا فيرضى إلا استحييت منه يوم القيامة أن أنشر له ديوانا أو أقيم له ميزانا وأدخلته الجنة بغير حساب. وابتلاءها في ولدها، ابتلاءها في ابنها اللي مات بالكانسر، نحتسبه عند الله عز وجل من الشهداء. ربنا يصبرها ويرضيها، لها أجر حضرتك لا تتخيليه. ما من أحد من الأنبياء إلا وابتلي في ولده. صحيح. سيدنا آدم ابتلي في ولديه، سيدنا نوح ابتلي في ابنه، سيدنا إبراهيم ابتلي في ولده، سيدنا زكريا ابتلي في أولاده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة. لما مات ابن سيدنا داود حزن عليه حزن شديد جدا، فربنا أوحى إليه يا داود كم كان يعدل ولدك عندك، ابنك كان يساوي قد إيه ضدنا يا جماعة. فسيدنا داود قال يا رب كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. قال له يا داود لك عندي ملء الأرض ثوابا. قال له يا رب ما جزاء المؤمن الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال أن ألبسه رداء الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا. لما بيموت ولد العبد بعيد عنا وعنكم وعن أولادنا جميعا يا رب، ربنا ما يكتبها على حد يا رب. اللهم أمين يا رب. ربنا يقول للملائكة وهو أعلم قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم يا رب.
قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. فماذا قال عبدي؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا ستي لك قصر في الجنة، وابنك ده يجي يوم القيامة حتى لو سقطته، يجي يوم القيامة ياخد بإيدك لما يدخلك الجنة بإذن الله بغير حساب. حتى الست التي لم تنجب بصبرها على عدم الإنجاب تؤجر أجر عظيم جدا، ويوم القيامة ولما تدخل الجنة إن أرادت الأولاد ربنا هيرزقها بالأولاد في الجنة، اللي حرمت منه في الدنيا هتلاقيه بإذن الله في الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء أبدا. إحنا طبعًا ممكن ننسى طبعًا، ربنا لا ينسى طبعا، اللي عند ربنا عمره ما يضيع أبدا. تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وبعد الضيق تنكشف الكروب. الله. وكم جزعت نفوس من أمور أتى دونها فرج قريب.